والآن أخبار نوسا نيوز من القاهرة والناس. هلو، أهلا بيكم في نشرة جديدة من نوسا نيوز. إيدك يا قطة. وإليكم عناوين الأخبار. لا تغيير مع الرئيس الإسلامي، غضب في نقابة الأطباء، المرشد لا أحكم سوى زوجتي وأولادي. الخبر الأول، الخبر المرة دي من نيويورك تايمز عشان تعرفوا بس إن أنا انترناشونال ومش لوكال. النيويورك تايمز بتقول إن من ساعة ما بقى فيه احتمال إن الرئيس الإسلامي يمسك البلد والناس كلها كانت مرعوبة وأفريدة على الآخر ومش عارفين إيه اللي هيحصل وخايفين إنهم يفرضوا الحجاب ويمنعوا المايوهات وكده، بس بعد ما الرئيس مرسي مسك ولا حاجة حصلت والناس مش حاسة بأي ديفرنس. هرسملك إلو، تحب أعملك فيها أسهم؟ في ناس بقى بيقولوا إن الإخوان هيغيروا بالتدريج وما ينفعش ياخدوا الدنيا قفش مرة واحدة ولازم كل حاجة تيجي تاتا تاتا. صبح تاتا 2 في 3 ميدا، هات قرطاس جديد عشان الناس ما تتخنقش، وخصوصا ان لسه صلاحيات الرئيس مش كامله وما ينفعش يعمل حركه كده ولا كده تقلب عليه الدنيا في مصر. انا كنوسه ما عنديش مشكله، يغيروا اللي يغيروه، بس المهم يبعدوا على الكوافيرات عشان ده ماي بيزنس. ما تغني معايا، انا فعلا هرسم لك دبدوب احلى. الخبر الثاني، نقابة الأطباء عاملة زيتة وهليلة والموضوع بقى كبير قوي قوي عشان كل يوم شوية بلطجية يروحوا مستشفى شكل ويكسروها ويضربوا ويقتلوا الناس ويسيبوا أو يقتلوا الدكاترة، ولما الدكاترة يروحوا يطلبوا الهلب من الشرطة، الشرطة مش عايزة تساعد. نقابة الأطباء بقى عملت ميتنج وقالت إنها بتهدد إن لو الموضوع ده مخلصش هيسلحوا الدكاترة وكل دكتور يبقى ماشي في المستشفى بالشبانجة بتاعته. أيا ناس أنا دكت في دبديبو دبديبو دبديبو، يعني كده الدكاترة هروحوا يدوا الدواء للعيانين تحت تهديد السلاح. النقابة قالت كمان في الاجتماع إن الدكتور يا عيني بقى بيخرج من بيته ما عادش عارف هيرجع ولا لأ، ولازم الشرطة تتحمل مسؤوليتها في وسط الانفلات الأمني اللي إحنا فيه. لأ ما تخافيش هنا أمان، استني بس أعملك ودن الدبدوب. من في الحفلة مين دبدوبتي، انت تخنتي على فكرة. الخبر الثالث، المرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع جابها من الآخر وقال للناس صدقوني يا رجالة أنا مش بحكم حد غير مراتي وولادي، وكمان في من ولادي اللي اتجوز وما بقتش بحكم. الكلام ده قاله للناس اللي كل شوية يقولوا أنت بتشوف الرئيس مرسي وبتقابله وهو بيسمع كلامك عشان أنت المرشد، بس المرشد قال إنه هو مش رئيس الجمهورية وما يعرفش حاجة عن الرئاسة، وحرام اللي كل يوم القنوات والجرايد بيقولوه يكتبوه ده لأنه ظلم وإشاعات، وكفاية اللي شفناه أيام النظام اللي فات. مرة جاية بقى أعمل لك حنة بقى في شعرك أعمله لك كله برتقالي. وقال كمان إن دلوقتي الرئيس مرسي بقى رئيس لكل المصريين مش رئيس للإخوان بس، ونفى كل الأخبار بتاعت إنه هيبيع الغاز لغزة وما عندناش كهرباء وإنه هيأجر سينا لفلسطين، وطلعت كل دي إشاعات. الراجل قال مش بيحكم غير على مراته، هي سينا مراته؟ حاجة غريبة. استنوني في النشرة الجاية من نوسا نيوز. سيوليتر. ايه ده الدبدوب بيمشي؟